هذه أزكى صلاة وأطهر سمع. أيها الحضور الكرام، من قلوب مفعلة بالأمل نلقي لكم التحية. تحيتنا لكم سلام عطر، وحضوركم في هذه القاعة أيتها السيدات والسادة أقوى دليل على أنه بالعمل الجمعوي والوضع اليد في اليد لا شيء مستحيل. فإحساسنا العميق بالمسؤولية وإدراكنا لدورنا في تحقيق التنمية المجتمعية دافعنا الأساسي للسير قدما ولحث الخطى على طريق تحقيق أهدافنا التربية.